السلام عليكم. النهاردة هناخد المجموعة الثانية من الأفعال في زمن المضارع. Le verbe de deuxième groupe au présent. Le verbe de deuxième groupe au présent اللي هي المجموعة الثانية في زمن المضارع. هناخد القاعدة العامة. طبعا احنا زي ما احنا قلنا المجموعة الثانية بتنتهي بحرف الـ ER. فاحنا هنعمل ايه؟ بنشيل الحرف الاي ار ونحط النهايات بالترتيب مع الضمائر اللي احنا خدناها. اي اس اي اس اي تي اي اس اس او ان اس اي اس اس او زد اي اس اس او ان تي. هنيجي ناخد مثال لفعل فينيغ اللي هو معناه ينتهي. فينيغ جو فيني. زي ما انتوا لاحظتوا شلنا الاي ار وحطينا النهايه اللي هي اي اس. جو فيني. جو فيني. تي فيني. تي فيني. ايل ال اون فيني. ايل ال اون فيني. بنشيل النهاية بتاعت الفيرب المجموعة الثانية اللي هي اي ار ونضيف النهايات بالترتيب، يعني مع ضمير جو بحط اي اس، مع ضمير تو بضيف اي اس، مع ضمير ال او ال او الان بحط اي تي، مع ضمير نو بحط اي اس اس او ان اس، مع ضمير فو بحط اي اس اس او زد، مع ضمير اي لافيك اس او الافيك اس بحط اي اس اس او ان تي. وخدنا مثال لفعل اللي هو فينيغ اللي معناه ينتهي، فبيتصرف كالتالي: جو فيني، تو فيني، ايل ال اون فيني، نو فينيسون، فو فينيسي، ايل وال فينيس. وبكده هناخد بعض الأفعال من المجموعة الثانية. فينيغ. فينيغ معناه ينتهي. شوازيغ. شوازيغ معناه يختار. كروشيغ. كروشيغ معناه يربط او يشبك. اغرانديغ. اغرانديغ معناه يكبر. ديفريشيغ. ديفريشيغ يذبل. ابلويغ. ابلويغ يبهر. ديغورديغ. ديغورديغ يمدد. غافريشيغ. غافريشيغ يستعين. فريميغ. فريميغ يقشعر. امبارتيغ. غافريشيغ. رافريشير ينعش. فريمير. فريمير يقشعر. امبارتير. امبارتير يستعين. هنعيدهم تاني. فينير. شوازير. كروشير. غرانديغ. Agrandir. Défraîchir. Éblouir.
Samir impartir infliger infliger يؤثر لوتير لوتير يقسم جونير جونير يصفر maigrir maigrir ينحف او يضعف ressentir ressentir يحس punir punir يعاقب réfléchir réfléchir يفكر remplir remplir يملأ rougir rougir يخجل réussir réussir ينجح هنعيدهم تاني infléchir loutir jaunir maigrir ressentir punir réfléchir remplir rougir réussir وكده نكون خدنا بعض من الافعال من المجموعه الثانيه هنعيد القاعده تاني قلنا ان المجموعه الثانيه تنتهي بحرفين اللي هما اي ار بنشيل الاي ار ونحط النهايات اللي هي مع ضمير جو اي اس ضمير تي اي اس ضمير ايل والال والان اي تي مع ضمير نو بنحط اي اس اس او ان اس مع ضمير فو بنحط اي اس اس زد مع ضمير ايل افيك اس والال افيك اس بنحط اي اس اس او ان تي وبكده نكون خلصنا درس النهارده اللي هو لفيرب دو دوزيام جروب او بريزون اللي هو المجموعه الثانيه في زمن المضارع